مرحبا بكم. بغيت ندير اليوم فطائر. هاد الفطائر يجوا مقليين، فيهم فرينه، زوج عبار تاع فرينه، عبار تاع ماء، شويه تاع المغرف تاع السكر وشويه تاع الملح. هذا للعجينه. الحشو فيهم فرماج شيدار، فيهم الكريير، ابخي نتوما ديروا الفرماج اللي حبيتو. انا يعني عندي لحم مفروم تاع دجاج ولحم تاع الغنمي، وانتوما ديروا الحشوه كيما حبيتو. تبغوا ديروا كاين حرور، الحرور، وحابه بصل راني بديت نشوه فيها باش نربح الوقت. بديت نقلي البصله. نمر للعجينه درت الفرينه، الملح، السكر، وغادي نرونها بشويه تاع الماء. الماء زدوا شويه، من افضل ندير يدي بلا فرينة. هاد العجينة ما ديرولها ني خمارة ني والو، خاطش راني مسحقيتها باش تكون تقرمش لي. راني غادي نقليها من بعد في الزيت، نلونها شوية. لازم 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 ضروري هاد العجينة ترتاح، خلوها ترتاح شوية. من بعد نولو نكملو الحشوة تاعنا، تكون لاباط ريحت، نوريكم كيفاش رانا غادي نديرو. شوفوا الماء ما درتهاش كاع زوج عبارة، زوج فرينة والماء ما درتهاش، الماء نروحو بالتدريج. غادي نغطوها نخلوها تريح، ومن بعد نمروا للحشوه. البصله تشوحت، ندير شويه تاع اللحم وشويه تاع الدجاج. ما عندكمش لحم، ما عندكمش دجاج، تقدروا ديروها بالخضر، تقدروا ديروها بالطون، تقدروا ديروها بالاسماك. يعني الحشوه تبقى دائما اختياريه. ندير شويه حرور، الفلفل الاسود هو الحرور، الملح ما نكثرش، نقلي الحشوه. العجينه تاعي راهي ترتاح، من بعد نوريكم كيفاش ندورها. العجينه تاعنا ارتاحت في درنها كبيره، نفتحوها شويه، نفتحوها رقيقه. راني حليتها لاباط، فيها لاستيك، عندي شويه تاع حشوه، ماشي بزاف، الجبن، نقفلها خليها تعاود تريح غير شويه لو طون لي نخلص كاع العجينه تاعي. خليها ترتاح شويه، نقدر نضغطو هنا مليح. فوالا بيتي كروس، فوق تغير دو بوجي. يعني حاجه سهله 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 وبسيطه، يعني اي انسان يقدر يديرها. اللي ما قدرش يغبن باش تقفله الفطائر تاعنا، غادي نوريكم حاجه. سواء نجيب شويه ماء ندير لها فتيته هكا، ولا بياض بيض كيما حبيتو، اللي عندكم في الدار ديروه. الجبن والاجبان يبقوا على حسب الذوق، بيان سور كل انسان يدير على حسب ما يحب. حتى انا وجدتهم، حميت الزيت، نديرهم يتقلو. هاهما الفطائر بعد ما قليناهم، تاكلوهم ان شاء الله بالصحه، ان شاء الله يعجبوكم. الى عجبوكم ما تنسوش تخلوا لي تعليقاتكم، ما تنسونيش باللايك. نشكركم ونتمنى لكم شهيه طيبه وعن قريب ان شاء الله. انتظروني.